أقيم في مدينة الفسطاط في درب 18/17 معرض لوحات فنية لمجموعة فنانين من أمريكا اللاتينية. مكان هنا له واقع مختلف عن الأماكن التانية. يعني تأثير المحيط، المكان المحيط بالدرب يعني مؤثر في الزائرين وممتع. وكمان المعرض قربت بين يعني مصر بالعالم الخارجي في الفن المعاصر. يعني كل الكنيسة الشتيف اللي هي اللي هو أرت فانديشن بتساعد وشاف النتيجة كويسة. يعني هنا في الدرب شاف معتز النصر عمل حاجة كويسة، في ويليام، في ستيفانيا، في يعني مشربية. كما عودتنا درب 18/17 يعني دائما باستقطاب الجديد وعرض ما هو يكاد يكون جديد على الساحة التشكيلية العربية والمصرية، وهذا احدى المعارض اعتقد يعني هي تنتمي الى الروح ما يسمى بالفن المعاصر. وهذا الفضاء بإدارته الواعية وبمكانه حقيقة الجميل خلاب، نحن في الفسطاط يعني نتكلم عن حضارة ضاربة في التاريخ وحضارة فنية، يعني على ما أعتقد أن هذه الأرض أصلا هي أرض الفن. أعتقد هذا النوع من المعارض هي معارض تستحث الذاكرة والوعي للتفكير بأشياء مغايرة بعيدا عن اللوحة ذات الإطار المحدد. طب احنا مؤسسة جمعية أهلية، بقينا بنشتغل بقالنا 3 سنين. هدفنا الأساسي هو الثقافة والفنون المعاصرة بشكل عام. بنشتغل في جميع أنواع الفنون المعاصرة، بداية من الفن التشكيلي، مرورا بقى بالموسيقى، المسرح، الحكواتية، الرقص، إلخ. وبنقدم مجموعة من الأنشطة بشكل مستديم خلال كل أسبوع. عندنا سينما دائمة مرتين في الأسبوع، عندنا شبه معرض كل شهر تقريبا، يعني عندنا من 9 إلى 10 معارض في السنة. المعرض تجربة جديدة ورؤية فنية مختلفة للثورة المصرية. إنجي خالد، نهارك سعيد.